أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1799 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التفاصيل في سياق العرض التالي. وجه مصرف البحرين المركزي كافة مصارف التجزئة العاملة في المملكة بالامتناع عن تجميد حسابات العملاء إذا علموا أن العميل قد فقد وظيفته أو تقاعد في حال كان لدى هذا العميل تمويل من البنك المعني. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان تطبيق ممارسات مصرفية سليمة وعادلة أخذين في الاعتبار مصالح العملاء، وذلك كجزء من مبادرات مصرف البحرين المركزي المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة وحماية المستهلك في مملكة البحرين. كشف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن حزمة من المشاريع الرامية إلى تحقيق استراتيجية الشركة للنمو والربحية، لا سيما في ظل مضاعفة حجم الإنتاج مع تشغيل الخط السادس، متوقعا أن يرتفع حجم الإنتاج هذا العام ليفوق 1,544,000 طن متري، محققا بذلك نسبة إنتاج تزيد عن 13% عن العام الماضي. وأوضح أن الشركة تسير وفق منهجية ثابتة لخفض التكاليف، لافتا إلى نجاح الشركة في توفير 280 مليون دولار على مدى 5 سنوات، مرجحا خفض التكاليف الإجمالية مع نهاية العام المالي الحالي لأكثر من 350 مليون دولار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 6 نقاط مئوية تقريبا، مغلقا التداولات عن مستوى 1441 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,548,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,500,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 167 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة ساد اللون الأحمر على إغلاقات نهاية هذا اليوم، وذلك وسط تراجع أسعار النفط وانتشار كوفيد-19، حيث كانت بورصة الكويت أكبر الخاسرين بإغلاق عند 5,158 نقطة بتراجع تجاوز 10 نقاط مئوية. قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتستر أو لم يبلغ عن أي حالة اشتباه للمصابين بالفيروس المستجد في الفنادق أو المنشآت السياحية. وقال الوزير إنه عقد اجتماعا مع مديري الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمحافظة الأقصر لمراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والتي يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة
عامة. وأوضح أن الحركة السياحية في محافظة الأقصر تسير بشكل منتظم، وأن معدلة الزيارة إلى معبد الكرنك تفوق مثيلتها في نفس الوقت من العام الماضي، مشددا على عدم وجود أي قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزيارتهم داخل الأماكن السياحية والأثرية. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. خسائر الأصول المشفرة تصل إلى 23 مليار دولار بالتزامن مع تراجع الأسواق المالية العالمية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقة بلاده بالبرازيل في ظل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من البرازيل. وسئل ترامب عما إذا كان سيواصل وقف فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية، فقال إن الولايات المتحدة ساعدت البرازيل، ولكنه قال إنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. ويدور خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن. بدأت الأسواق الآسيوية الهبوط في آخر تعاملاتها على نحو حاد، وقاد تراجع الأسهم اليابانية التي نزلت مؤشراتها بنسبة تجاوزت 6%. أما على صعيد أسواق السلع، هبطت أسعار النفط بعد عدم وصول أوبيك بلس إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف. ولم يسلم الذهب أيضا من التراجعات، لكنها كانت طفيفة مقارنة بباقي السلع الأخرى، إذ لم يستطع المكوث كثيرا عن مستوى 1700 نقطة ليفقد ما نسبته 51%، لتصل العقود الفورية إلى 1662 دولارا للأونصة. شهدت أسواق العملات حول العالم تحركات ضخمة خلال آخر التعاملات وسط تطورات الفيروس المستجد وانهيار أسعار النفط. وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في 18 شهرا، كما أن العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز تشير إلى أنه سوف يستهل التعاملات على خسائر تصل إلى 2000 نقطة تقريبا. ويجدر الإشارة إلى أنه في أوقات التقلبات المنخفضة يقوم المستثمرون باقتراض كميات كبيرة من العملات ذات العائد المنخفض أو سالبة العائد مثل اليورو والين لشراء العملات الأجنبية ذات العوائد المرتفعة في مناطق أخرى. والآن مشاهدينا، نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تجاوزت خسائر الأصول المشفرة 23 مليار دولار خلال آخر التعاملات بالتزامن مع موجة بيعية حادة على نطاق أوسع في الأسواق المالية العالمية. وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية بقيمة 228 مليار دولار، ويعني ذلك أن سوق الأصول المشفرة فقدت حوالي 23 مليار دولار في يوم واحد فقط، وفقا للبيانات المتاحة على موقع كوين ماركت كاب. كما وانخفضت عملة البيتكوين إلى 8000 دولار.